أولاً نشكركم على تغطية هذه الوقفة الاحتجاجية اللي درنا، نظراً لأن احنا قمنا بعدة كتابات رسلناها للإدارة العامة ديال المدارس أوزوي، اللي كنطلبوا فيها أن نخلصوا مع الظروف اللي كتعرفوا ديال الكوفيد 19 وديال الحجر الصحي، والناس ما عندهاش عندها الدخل المحدود، ان احنا نخلصوا على حسب المجهود اللي بذلته المدرسه. المدرسه كتقري عن بعد، والتعليم عن بعد راه كتعرفوه ماشي هو تعليم عادي، ولهذا حنا اذا كانت المدرسه كتعطي 30% من التعليم العادي، حنا كنقولوا لا، حنا نخلصوا 50% من داكشي اللي خصنا نخلصوا عاده. هما القضيه ما تقبلوهاش، لان تيقول لك اللي كيهضروا معنا واحد اللغه ديال اللي ما خلصش العام الجاي ما يدخلش ولادو بالتهديد، وهذا حنا ما كنوصلوش لهذه المسائل ديال التهديد. حنا كنهضروا معاهم بطريقه متحضره، كنحاولوا نجبدوا نفتحوا معاهم باب الحوار، ولكن لحد الساعه باب الحوار مازال ما كاينش، لان لعده مرات اتصلنا بهم ونفس الجواب هو انه خصنا نقدموا ملفات، كل عائله ملف بوحده، وداك الملف اللي تدرس واللي خص العائله تدلي فيه بعدد ديال المسائل الشخصيه ديالها على انها ما عندهاش دخل او ما عندهاش او تفسر فيه الموقف ديالها الخاص، وهذا الناس ما قابلينش. الاباء تيقول لك حنا قابلين نخلصوا على حسب شنو عطات المدرسه، اللي عطات المدرسه تاخذ على ما تستحق. اليوم الحركه احتجاجيه اليوم تبين على ان الناس وصلوا لواحد الحد الاقصى من الصبر مع مجموعه مدارس لوزوي في المغرب، خصوصا دي تروا طنجي. هذه الجائحه اللي ضربت المغرب واللي ضروا منها بزاف العائلات، من بينها اباء واولياء تلاميذ مدرسه دي تروا، اليوم خرجوا باش يعبروا على هذا التضرر اللي مسهم، وتطلبوا مجموعه ايميل فيدي اوزوي باش تراجع الفواتير ديالها، خصوصا الدروه الثالثه، لان الالتزام اللي عندنا مع 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 هذه المدرسه هو هذا الالتزام ما كانش تحترم. الدراسه عن بعد ما كانتش في المستوى، وثانيا المدرسه نقصت من المصاريف والتكاليف ديالها في هذه الدوره الاخيره من 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 سنه 2019-2020. بذلك يجب الاستجابه لمطالب الاباء، والا الوقفات الاحتجاجيه غتزاد، وكاين وقفات اخرى غتكون ان شاء الله مبرمجه في الدخول المدرسي الا ما استجبتش المدرسه لمطالب الاباء. حنا هنايا عاملين وقفه احتجاجيه سلميه مع اداره المدرسه ديال لي دي تروا ديال فرنسيه، بسبب انهم الناس ما تفاهموش معنا. هذه شهرين حنا كنكتبوا لهم، وكان انا مجرد ام، انا في الجمعيه ما انا حتى شي حاجه، ام عاديه عندي بنتي هنايا دي سنين، وما بغاوش يتفاهموا معنا للاسف الشديد، لانهم قال لك حنايا خصنا نخلصوا الفاتوره كامله، ولو ان هذه تقريبا 3 شهور ولادنا ما قراو، التعليم عن بعد ضعيف جدا، ماشي ديك المستوى اللي كنا كنتظروه، هو تعليم فعلا كيقري ولكن ضعيف جدا جدا بالنسبه لنا، حنا راه حنا اللي كنقراو مع ولادنا، وحنايا واقفين هنايا باش كنطلبوهم غير باش يحقوا لنا ذاك المطلب، وهو بسيط جدا، نخلصوا نصف الفاتوره لا اقل ولا اكثر، ما طالبينش شي حاجه مستحيله. هما اللي حد الان ما جلسوش معنا حتى للتحاور، ما جلسوش معنا حتى للطابله، يعني متعنتين. وحنا هذا الوسيله الوحيده اللي لقيناه هو اننا نحتجوا سلميا امام المدرسه، على الله يسمعوا لنا ويجلسوا معنا ويتفاوضوا مع الاباء ونساليو هذا المشكل هذا، لان هذا مشكل عام بسبب هذا الوباء اللي مضرين منه بزاف ديال اولياء الامور. انا بعد هذه 3 شهور ما خدمت، ما يمكنليش نخدم، عندي خدمه حره ما عندي مع من نخدم، الزوج ديالي كذلك، يعني حنايا مضرين بصح، وهما عارفين كيقول لك لا جيب لنا ما يفيد، ما يمكنش انا اش غنجيب لك ما يفيد، هي باينه الوباء باين عام على مجموعه ديال الناس، ما خدماتش الناس ما خداماش، الدخل ما كاينش. دابا حنا ما طلبناهمش من المستحيل، حنا طلبنا 50%، وكنتمناو انهم يسمعونا هذه، لان هذه المدرسه بكل صراحه كنعتبروها مدرسه ديالنا، لان اسسناها من الاول لوليداتنا،
وصافي اصبحنا بحال اللي كنحسوا راسنا بحال العائله. ما يمكنش يجي ويقول لنا المدير العام دلوزوي اللي ما عجبوش الحال يهز ولادو. هذا كيتسمى هذا تعسف، كيتعسفوا علينا، وهذا ماشي منطق وماشي معقول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.